20 عاما بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية العراق تعود إلى الذاكرة ذريعتان أساسيتان استخدمتهما واشنطن من أجل القيام بعملياتها العسكرية وإسقاط نظام صدام حسين. الذريعة الأولى تتعلق بامتلاك العراق أو بمحاولة امتلاك العراق أسلحة ذات دمار شامل، أسلحة غير تقليدية أو أسلحة جرثومية. وقد تبين لاحقا أن هذه الذريعة واهية، وأن النظام العراقي ربما قد يكون قد روج عن سابق تصور وتصميم. بحسب بعض المعطيات الراهنة، قد يكون سوق لهذه المعلومات عن سابق تصور وتصميم، وذلك من أجل ردع إيران عن القيام بأي عملية عسكرية أو بقيام بأي اعتداء ضد الأراضي العراقية، وللقول للإيرانيين بأن الجيش العراقي لا يزال يمتلك قدرات دفاعية وحتى هجومية فائقة. الذريعة الثانية تتعلق بإقامة نظام صدام حسين علاقات مع تنظيم القاعدة، وهنا أيضا تبين أن هذا الأمر غير صحيح. وأيضا هناك نظرية تقول بأن النظام في بغداد هو الذي روج في الإعلام عن هذه المعلومات، وذلك من أجل احتواء المتشددين من أهل السنة الذين كانوا يطالبون صدام حسين بإقامة تحالفات مع تكتلات أو أحزاب أو ميليشيات مسلحة متشددة من أجل أن تكون تشكل درعا أو حماية للنظام. على كل حال، الإعلام هنا كان له دور أساسي، وقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت ضحية هذا الترويج الإعلامي من قبل نظام صدام حسين. وفي كل الحالات هنا لابد من القول بأن الإعلام سلاح ذو حدين.